بعض المشاهير اللي من أحد نصحه قال ترى ماني محافظ، أنا ما طلعت من بداية أمري وأنا محافظ أو شيء. يعني شلون مو حرام؟ يعني ما في نصيحة؟ يعني الدين للمحافظين بس دين ربي؟ والآن هذه صايرة حجة وشبهة عند بعض الناس خاصة عند المشاهير، أنا ماني محافظ، أنا لست برجل دين، أنا ماني عارف إيش، أنا ماني إيش الخربطة دي؟ الله عز وجل يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، إحنا عبيد الله. وبعض الناس يأخذ من الدين اللي يبي ويكب اللي ما يبي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أعوذ بالله، كل هذا عشان شهرة وعشان فلان وعشان علان وعشان حرف الكي وكم عدده. أعوذ بالله من الخذلان. بعضهم لسان حاله أخاف أني أطلع محافظ ثم أفقد شهرتي وأفقد متابعيني وأفقد سبحان الله، وتفقد دين رب الناس لهذه الدرجة؟ هان عندك الدين وعز عندك الناس؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ حتى والله ما هو بدني، ما في شيء، بيفنى. يا أخوان بعض الناس صارت عنده حجة محافظ غير محافظ، وبعض الناس يتلبس بثوب الدين عشان يخرج ومن ثم ينتكس ويرتك، يطلع بقنوات محافظة. وبصراحة بعض هالقنوات المحافظة إنها هي السبب وهي اللي تتحمل الوزر إنها خرجت مثل هؤلاء. ليه أشتهر وانتفخ وكبر راسه قال أنا ماني محافظ؟ بعضهم لسان حاله أخاف أني أطلع محافظ ثم أفقد شهرتي وأفقد متابعيني وأفقد سبحان الله، وتفقد دين رب الناس لهذه الدرجة؟ هان عندك الدين وعز عندك الناس. سمعت واحد من أكبر المشاهير في برامج التواصل الاجتماعي يقول لا تقولون هذا حرام، هذا خطأ، كذا أنتم تكبتوني ولا عاد أقدر أقدم. سبحان الله، تقدم لمن؟ للناس أم لرب الناس؟ همه يرضي الفلورز، همه يرضي العدد اللي عنده، ما فكر إنه يوم من الأيام بيصير بحفرة 240 سنتي. سبحان الله، يقول لا تكبتوني ترى ما عاد أقدر أقدم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أنت تقدم لمن الآن؟ أنت قدم لآخرتك. والله يا أخوان إنه شيء مؤسف صراحة، يجي يطلع بعضهم يجي يطلع على إنه محافظ ثم يطلع محافظ في بداية الأمر، يقول بعضهم من القصائد وعلم المرجلة، ولا منها انتفخ وكبر قام يتصور مع الحريم وقام يتصور مع الرقاصات والفنانات. يا حسن بس والله إنه يتحمل وزرهم اللي ينشرهم. هالكلام هذا ما قلته من فراغ، وحرصت إني ما أحطه في السناب، حطه في إنستغرام عشان يكون يشاهده اللي عنده إنستغرام، يعني مو كل الناس عندها سناب. فهذا الشيء صراحة مدمر القلب، واللي يقهر أكثر تعلق بعض البنات ببعض هالمشاهير. والله ما عاد أقدر أحذفه، تعلق قلبي، والله إنه ما يدري عنها ودارت، والله إنه ما يدري. مجرد إنها تشوفها يستهبل ويضحك، معجبة متعلقة فيه، حذفته ما عاد قدرت أنام سلامات، تعلقت فيه، حذفته فترة وعورني قلبي، ما عاد عرفت أنوم من أعرف إيش. هذا كلام بعض البنات، قسم بالله شيء محزن. أين الحياة؟ أين الحياة؟ وين فجأت وحداهما تمشي على استحياء؟ عاد هذا حتي، هذا حتي. من صدق التوبة حذف مثل هؤلاء وعدم متابعتهم وعدم النشر لهم. والله يا أخوان مو مسألة حقد، لكن ترى مسخت الدعوة، والله مسخت، عيب. وأنا أقول للبنات اللي تقول قلبي تعلق بفلان وعلان، أقول لها والله اللي قال الحب عذابي عذاب بهذه الطريقة، تعذبين قلبك بمخلوق فيعذبك الله عز وجل. هش كلام ما يخلص، موضوع يفتح موضوع، والحرقة والله إنها في القلب، لكن أسأل الله يصلح الحال، الله يصلح الحال. بقول بعد ترى اللي تقول لا صار يسولف معي، علقت على موضوع، بعض البنات علقت على موضوع عنده ورد علي ثم صار بيني وبين السوالف، خير إن شاء الله. ترى نفس الشيء يردون علي يعلقون علي يصير يسولف معهم، فأشتري عقلك وقلبك.